فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. ذكر الله هذا أن الناس إنما اختلفوا عن أهواء ولم يختلفوا عن خفاء في الحق، لأن الله بينه بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم وإنزال كتابه، فالحق موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ولو أن المختلفين رجعوا إلى الكتاب والسنة لانتهى النزاع وانتهى الخلاف. الصحابة رضي الله عنهم كان يحصل بينهم خلاف فيرجعون إلى كتاب الله فينتهي النزاع. اختلفوا في ولاية الأمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما رجعوا إلى الحق لما أخذوا بالأدلة وبايعوا أبا بكر الصديق لأنه أفضلهم ولأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مرضه، رجعوا إلى الحق وانتهى النزاع. فالصحابة يختلفون ولكن يرجعون إلى الكتاب والسنة فينتهي النزاع، وكذلك المسلمون في مختلف عصورهم يحصل بينهم اختلاف لكن يرجعون إلى الكتاب والسنة فينتهي الأمر. أما أهل الأهواء وأهل النزعات والنزغات فهؤلاء لا يرجعون إلى الحق لأنهم لا يريدونه، لا يريدونه، وإنما يريدون تحقيق رغباتهم واتباع شهواتهم وأهوائهم. والأهواء والرغبات لا تنتهي أبدا ولا تنضبط بضابط، وكل له رغبة تخالف رغبة الآخر، وكل له هوى يخالف هوى الآخر. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه مقال وصححه بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا يصدقه قول الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.